شاي هندي عشان كده انا هنديه ولابسه هندي. تابعونا وهيعجبكم الفيديو. دلوقتي هقول لكم المكونات ايه. انا بعمل كده عشان انا هنديه الوقت انا متقمصه الدور خلاص. لا واضح حالي برضو كده. اول حاجه شاي بتاعنا العادي، انا حاطه عليه سكر، معلقتين شاي صغيرين، معلقه كبيره لبن نيدو، وهنستخدم كوبايه حليب على الكوبايتين ميه، كمان معلقه قرفه مطحونه، لو عندك قرفه خشب هتحطي عود قرفه خشب، معانا معلقه صغيره هيل، حبهان مطحون، وده برضو جنزبيل مطحون معلقة صغيرة، وفي هنا 5 وحدات 2 4 6 قرنفل. حط الحلة على النار. قول لهم بقى المقدار، يعني دول على قد ايه؟ اما انا قلت كوباية حليب وكوبايتين مية. ذكية دي ما شاء الله. نبتدي بقى. نبتدي. انا هندية صح؟ باين عليك. جميل السري قوي دي. انا حبيت الهندية. نحط الحليب اول حاجة. انا حاسه ان هو محتاج ورق لورا بقى، ده هو شرب حبانه وحاجات من دي. على فكره يا بنات انا جربته كتير بصراحه، حلو قوي وبحب اشربه جدا، طعمه جميل، بيهدي الاعصاب ومريح للمعده عشان الحبهان والقرفه فيه والمستكه. بصراحه حلو قوي، جربوها يعجبكم. بتقولي كلمتين هندي ما تعرفيش؟ صدقي مش عارفه. نحط المكونات ده، السكر والشاي اول حاجه، معلقتين شاي صغيرين، والسكر طبعا اختياري، يعني شوفوا انتوا حتى سكر قد ايه. انا حاطه 3.5، لو هم يحبوا يزودوا كل واحد على حسب. تعملي السكر ده اختياري ليكي. هنحط بقى باقي المكونات اللي هي زي ما قلنا، معلقه القرفه، معلقه الهيل، المعلقه الكبيره اللبن البودره، وده الجنزبيل والقرنفل. تمام. لو عندك انا الهيل اللي عندي مطحون، لو عندك اللي هو العادي برضو بتحطي اللي هو العادي مفيش مشكله. بصراحه هو بيبقى حلو قوي، جربوه. ما تنسوش يا بنات لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ايه هو ده؟ ايه اللي انت بتقولوا لي ده؟ مش دي حركات الهنود؟ ما مش معقول هعمل كده، يعني دي ماشي كويس. حلو قوي بجد، هيعجبكم. وانا كمان اجرب بقى شويه حاجات هندي بما ان انا قاعده بتفرج على مسلسلات. بما انك لبست الساري وربنا كرمك، حاسه ان انا هندي يعني من جوايا كده. هنعمل بقى بعد كده الفراخ بتتبيله التندوري، دي برضو هندي. تندورك انت؟ لا كل حاجه هنعمل الحاجات المدوره اللي بيعملوها دي برضو، يعني بيقولوا عليها ايه؟ طبات السكر. لا بقول ان الطبات دي مربعه، انت عملتي كده مدوره. معرفش مدوره. تبقى كرات الحليب متهيألي. ايه؟ فطير بطاطس وبيقلوا المقلي ده بيبقى حلو. انا جربته كان حلو. ولسه ما غداش عشان طبعا النار هاديه، يمكن تسيبيه يغلي 2 دقيقة عشان ياخد طعم الحاجه اللي فيه كلها، لان انتوا عارفين ان هو عليه بهارات دلوقتي، فايه لازم ياخد الطعم بتاعها. بس بجد جميل جدا، وهقول بقى ايه، فظيع وهيعجبكم قوي. نفس الكلام اللي انا بحب اقوله دايما، ان بتبقى الحاجه عجباني. هو حلو قوي، وجربوه وهيعجبكم. استعملوه على طول. لا بجد هو اكيد انتوا شفتوا في المسلسلات الهندي على طول رايحين جايين بالشاي ده. هو الميزه فيه ان هو عليه لبن، يعني مش هما مش بيشربوا شاي لوحده خالص، كل الشاي عليه لبن وتوابل، مش مشكله يعني. على فكره الشاي العادي حتى لو حطيته عليه قرنفل هتلاقي طعمه حلو، لو حطيتي عليه قرفه هتلاقي طعمه حلو، قرفه خشب، لو حطيته عليه حبهان برضو فصين كده بيبقى طعمه حلو جدا. ف يعني الشاي بيقبل الحاجات دي وبقى طعمها حلو عليه. وهتلاقوا في بقى كتير على الفيسبوك كلهم بيتكلموا عن الشاي ده وكده، فناس كتير جربته فعلا وعجبهم، يعني عن تجربه جربوه.
خليكم معايا، احنا مكملين اهو مع بعض لغايه ما الشاي يخلص. واوريك وصفت ازاي، عشان طبعا اللي هيبصوا دلوقتي هيقولوا ان كله داخل كده في بعضه. احنا هنصفيه في مصفى تكون خرمها رفيعه ضيقه يا بيبي ايه بقى، ونشربه بالحاجه والشكل. بفكر احطه في فناجين كمان اطلعها منيش واستخدمها في حاجه بقى. هصفيه معاكم. اول ما بدا يغلي وهو على نار هاديه طفيت عليه، سبته دقيقه كده، وبعد كده طفيت عليه على طول. على فكره ما بياخدش وقت زي ما انتم شايفين. هصفيه بقى. حلو قوي يا بنات، جربوها يعجبكم، ويهدي كده الاعصاب اللبن اللي فيه، ومريح للمعده زي ما قلت لكم. بصراحه هو حلو. انا مستغربه هما بيشربوه كتير ليه ومفيش يعني ضرر، لان انا متحملش اشرب شاي كتير كده في اليوم، انما ده فعلا مختلف جدا يعني. دلوقتي انا عملت الشاي خلاص معاكم، وانا باللبس الهندي برضو، وانا هنديه كده متحمسه الشخصيه، عملت الشاي الهندي. هصبه دلوقتي قدامكم، وصفيته لان الشاي الهندي بيتصفى زي ما انتم شايفين اهو، مفيهوش اي حاجه خالص. هصبه بقى، شكله حلو قوي. طلعت الصينيه كمان بتاع ماما، فدي حاجه كويسه جدا. دلوقتي انا عشرة انت عشت في الدور قوي، ايه رأيك؟ بجد حلوة قوي والله. انت زعلانة؟ اتفضلوا معايا الشاي، جربوها يعجبكم بجد حلوة قوي. انا هشرب دلوقتي معاكم الشاي وانا لابسة هندي برضه، عشان تحسوا ان انتوا هنيك فعلا. حلوة قوي، تسلم ايدي والله بجد جميل. هندية هندية. مميزاته بقى ان انت تقدري تعملي كمية منه وتصبي طول ما انت قاعدة عادي جدا، مفيش مشكلة، بتسخنيه وبيفضل حلو زي ما هو. بجد الشاي حلو قوي، ولو عجبكم الفيديو لا ده كده المرة الرابعة، ما عادش هقول تاني خلاص. لا تحياتي نور ودودي، تصبحوا على خير.